اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده هتبقى سمك ماكريل. كلنا عارفين الماكريل ممكن يكون سعره زاد شويه في السوق دلوقتي بما فيه من قيمه غذائيه عاليه جدا، والثقافه الطهويه والثقافه الغذائيه بتقول ان الماكريل غني باوميجا 3، يعني وداعا للزهايمر. هنعمله النهارده مع بعض مقلي بالصلصه، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله بالكاري مع الرز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه جديده وبسيطه. البتنجان حبيب القلوب هنعمله النهارده سلطه بالزبادي، طبق مقبلات لطيف وجميل. والبتنجان ابو قلب ابيض اللطيف الحلو ده هياخد زبادي وتوم وعصير ليمون وزيت زيتون، بالتاكيد هيروح في مكان تاني. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير وفيها شويه خبره طهويه باكله سمك غير مكلفه، اذا كان السمك الماكريل او السمك الفيليه في متناول الجميع. هتسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن تقدري تعملي طعم جديد. خلينا نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. تعالوا نعمل البتنجان النهارده بطريقه جديده. هنعمل بتنجان النهارده، تعالوا نشوفوا هنعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام. معانا بتنجان، طلع نزل هو بتنجان. معانا توم. مش هشيل حد يشيل البتنجان، شيل لحمه، شيل جمبري، احمل انما بتنجان اهو سيبولك للصبح. جيبه طازه زي الفل. ومعانا توم، معانا قليل من الشبت والبقدونس والجرجير. الله، حلو قوي. هنعمل الطبق ده ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. وطحينه طبعا وزبادي في المقادير. اشتغل في البتنجان؟ مش هاجي جنبه غير لما تقول. حلو، ادي البتنجان ابو قلب ابيض ده كده. الله، انت بتقول لي يا مصطفى في بذر البتنجان زي الفل. قطعها كده. البتنجان ده بيتغسل لست الكل، بيتجاب من عند الراجل الفكهاني. يتغسل، وبعد ما يتغسل يتنشف بمنديل او بشاشه من فضلك. عشان تعرفي تقطعيه. ما تقطعوش وعليه ميه. وزي ما هو كده بدون ما تحط عليه دقيق ولا تحط عليه اي حاجه، هو في قلب الزيت. مش حط عليه اي حاجه خالص. لانه لسه هيخش نار تانيه. حلو، نفس الطريقه. قصه البتنجان بيشرب زيت والجو ده خالص؟ لا خالص. انت اهم حاجه الزيت بتاعك يكون شديد الحراره. وما تحطش عليه ملح قبل الآلية، لأنك لو بتحط عليه ملح رقم واحد بتفقدي جزء كبير من السائل بتاعه. كده بتاكل البتنجان لون بس، إنما كقيمة غذائية فقدت تقريبا 50% من القيمة الغذائية بتاعته. نزلت في المصفى اللي أنت حاطة فيها الملح. مع بعض. حلو؟ دول كفاية؟ على قد نقطع دي كمان، ما لهاش حاجة. أنا مش عايز أحمره جامد. في صينية تانية على النار. بتنجان، طبق مقبلات على السفره بتاعتك بطريقه جديده. زي دول كده هم برضه، واغمره في الزيت كده زي الفل، واسيبه يتحمر وانساه شويه. وبتحمر اقلب فيه كده من وقت للتاني. انا عايزه بس يفك، يبقى طري، مش ياخد لون، مش هعمله مسقعنا. خلي بالك. هنجهز له حاجه تانية على النار واحنا شغالين كده. حلو، ونروق مكان ما اشتغلنا. حاضر، عينيا. عايز اشوف الرز بالكاري. اديني تايم بقالنا قد ايه؟ 10 دقايق؟ اديني 5 دقايق من العشر دقايق وهنطلع الرز. تعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا. زبادي وطحينه ودبس الرمان. زبادي وطحينه ودبس الرمان. اول حاجه الزبادي، تاني حاجه الطحينه. كفايه. وادي دبس الرمان. ثلاثه، زبادي، طحينه، دبس الرمان. معانا صينيه على النار، نجيب مضرب نخلط ده كده. بتنجان بشكل
وطعم جديد. لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير مش من الفراغ. شايف اللون ده؟ زبادي، طحينة، دبس الرمان، والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت. شوية شبت صغيرين ونقلب. شوية الملح الحلوين، لأن مش حاطط ملح على البتنجان، والفلفل الأسود الحلو. حلو كده، أنا طعمت الزبادي وسنة بابريكا صغيرة، ونقلب دول كلهم مع بعض. لا مش هحط توم، أنا مش بعمل بابا غنوج يا شفيق، الله يهديك. حلوة الخلطة دي، تمام زي الفل. معانا صينية على النار بتسخن، هو اللغز هنا والشياكة هنا. أنا عارف إن أنتوا بتحبوا البتنجان وتحبوا تشكلوا وتلونوا فيه. الخلطة دي خليها على جنب كده. عايز معانا توم، صينية شديدة الحرارة، ولادك ما يقربوش منها. خلوهم يسخنوا جامد جامد. معانا الطاسة أو الصينية شديدة الحرارة على النار. خلي عشان بس هنا في تركية، بحط كده عود روزماري حلو، الله، وفص توم حلو، واتدلع كده انا. ده توم وزيت وروزماري، توم توم وزيت وروزماري. حط شويه زيت تاني وانا واقف بالسله كده. بس التوم ياخد لون كده، شم ريحه التوم مع الروزماري. وانا بقلب. والله انا هنا يعني ايه، بسلي وقتي. شفت الحاجه واقف على النار كده واعمل حاجه حلوه. شفت التومه مع الزيت، رايحه جايه. ننزل العب يا سمك. هو ده هو ده هو ده. التقليبه دي برضه طبعا، التوم هنا بيدوب على طول مع الخلطه دي، خلي بالك. حلو. نعمل ايه يا عم الشيف؟ اخبار البتنجان في قلب الزيت. هي دي التحمير اللي انا عايزها. البتنجان هنا دايب. صفيه بالراحه. نعم، هنعمل ايه؟ لا اله الا الله. هنجيب البتنجان بتاعنا ده كده نصفيه. بمصفى حلوة، ونحطه في قلب الخلطة دي كده. طبعا الأكلة دي تتاكل بارد، يعني بعد ما تاخد الطبخة على النار ونقلبها دلوقتي وندورها بالطحينة والزبادي، تتحط في صينية وتبرد في التلاجة. حطها في التلاجة رايحة جاية عليها كده بألف هنا وشفا. باذنجان هنا أنا عايزه طري، مش عايزه متحمر، لان هرسه دلوقتي بالشوكه في قلب الطحينه، في قلب الزبادي، في قلب دبس الرمان، فص التوم اللي في ارضيه الصينيه اللي عامل قلبان مع روزماري. عشان ما نشمش ريحه التوم وانت بتاكلي. بالعكس، السواد بتاع البتنجان جمال، ما نقشرهوش. انا مش بحب اقشر البتنجان على فكره، لا في مسقعه ولا في مقلي، بحب القشره بتاعته. ونهرسه مع بعض كده. الله، واحنا بنهرس كده الصينيه بتلف لوحدها. شفت اللون ده؟ هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل منه. ده يتحط في التلاجه، يطلع زي الايس كريم كده، العيش البلدي بتاعنا بالمعلقه تاكليه. بروتين حيواني موجود، طحينه اوميجا 3 يعني جمبري جامبو موجود، اللي هو الزبادي اللي هو الطحينه اللي هي السمسم، والزبادي البروتين الحيواني. عشان بس اللي قاعد بيتابعنا دلوقتي يقول لك شيف بيعمل لحمه ولا ايه؟ ما انا بشوف فلاسفه كده لما اقول بروتين حيواني يقول لك يا عم البتنجان ماله ومال بروتين؟ الراجل ده بيخترع بيألف ايه ده؟ لا، انت لازم تدرس مطبخ كويس عشان تسمع الشيف المغازي. التوابل دي كلها مع بعضيها زي الفل. هنقدم الصينيه دي كده بس خلاص. تعالوا نقدمها.
جاهزة زي ما هي كده تتقدم، أو ممكن نقدمها في طبق مع جرجير. معانا وقت مخرجنا، عايز أعمل طبق حلو كده، عايز أعمل لوحة فنية حلوة قوي. تمام، الله يبارك لك. أه يستاهل والله. سرفيز السمك ده مش للسمك وبس، للخبرة الطهوية. جرجير لا والله، الطبق الرز ده عايش شوية جرجير كده حلوين جنبه، حكاية. وأنا بحب الجرجير دايما مع السي فود، عدله مش الخس، الجرجير والليمون طبعا. حلو، طالما معانا وقت نرسم. معاكي وقت زين الطبق بتاعك. واقف في المطبخ رايق او فايقه كده. الليمونه دي مطلوبه زي ما هي كده. شفت الطبق على طول بياخد لون تاني وشكل تاني. الف هنا وشفا. نيجي للموضوع. حاضر عينيا يا فندم. لكن الماكريل اللي عايز ليمون، الماكريل اللي دخله ليمون في التتبيله. ناخد الجرجير كده بالشكل ده كده، نشيل السلطه اللطيفه دي، نغرفها في قلب الطبق. خلي بالك كنت بتغرفي البتنجان ده، انا قلت ده يتاكل بارد او سخن، بس ايهما افضل؟ يتاكل بارد. الله، الله، ده هوبر لحمه، بس انا عايزك كده بجد، دي هوبر لحمه مش بتنجان. الف هنا وشفا. في كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تحلمي بيها. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى. في تفاصيل، في تفاصيل، والتفاصيل تفاصيل صغيره بتكلفه ماليه قليله. عملنا صينيه ماكريل بهديها للريف المصري والصعيد المصري. حبايبنا اللي بيحبوا السمك الماكريل، انا بعشقه، أكلتي المفضلة. كل أم بتسمعني، كل حد بيسمعني، دي أكلتي المفضلة. عملت شوية رز بالكاري بطريقة جديدة. السمك الفيليه بتاعنا باين، ممكن فيليه قشر بياض، فيليه بولتي، خير مزارعنا، ده كله موجود مفيش مشكلة. ولكن اللي عاجبني أول بتنجان هو ده الموضوع، عايز شوية العيش وبألف هنا وشفا. رؤية فن. في فن، في خبرة طهوية، في إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.